صنايعية مصر. صنايعية مصر برنامج حلو، أدعوك للمشاهدة بالمناسبة، برنامج حلو حلو. صنايعية مصر هو واحد من البرامج اللي أنتجتها الشركة المتحدة، وده يخليني أخدك بس على نقطة. لما تيجي تشوف، مش هقولك الشركة المتحدة بتشتغل إزاي، لكن ولو زاوية من رؤية الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إيه هي؟ إنه يحصل تنوع في المحتوى البرامجي. تجد بقى تنوع، تلاقي برامج زي ما فيها ترفيه، زي ما فيها ثقافة، زي ما فيها برامج للوعي الصناعي، وبرامج لترفع معدل الوعي بضرورة وأهمية البحث العلمي، إلخ إلخ إلخ. خلوني أخد معنا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز كاتبنا الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.com، مش هغلط واقول اورج ابدا، .com. ازيك يا محمد؟ ازيك يا زيز، كل سنه وحضرتك إيه؟ طيب. وانت طيب؟ تمام. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام، كل سنه ومصر كلها طيب. وانت طيب يا رب وكل حاجه بخير. صنايعية مصر احكي لي عنه. صنايعية مصر احدث برنامج احنا تابعناه في على قناه دي ان تي مؤخرا. ايوه. هو برنامج زي ما انت قلت كده بيمشي في سكه جديده بتكمل التنوع اللي المفروض يبقى في خريطه برامج اي قناه او اي منصه اعلاميه. كلمه صنايعيه كانت لفتره قريبه كلمه سلبيه، كان دايما الناس بتتكلم على الصنايعي بشكله الحالي اللي هو بيجي عندنا البيت ويعمل المشكله. لكن كان عمر طاهر من 3 أو 4 سنين اصدر كتاب على جزئين بيتكلم عن الصنايعية اللي عملوا صناعات كانتش موجودة في مصر بداية من القرن العشرين، في السكر وفي السيارات وفي في البناء وفي مجالات كتيرة جدا. هذا المحتوى تحول أخيرا إلى برنامج. فكان أول سؤال أنا سألته قبل ما أتفرج على الحلقة، إزاي كتاب هيتحول لبرنامج؟ إحنا عارفين لو أدب هيتحول لدراما بنعمل شخصيات وحاجات زي كده. لكن دي شطارة الانتاج بقى. يعني انبسطت انه البرودكشن فعلا مختلف. اولا المده 25 دقيقة اللي هي يعني لو انت زهقان انك تقرا الفصل في 10 15 دقيقة هتشوفه بالظبط مرئي قدامك. حلو. بيجمع بقى ما بين الجرافيك، ما بين الجزء الديكومنتري، ما بين التعليق الصوتي، ما بين السرد اللي بيقوله مقدم البرنامج. فبصراحة حاجة مبشرة جدا ونوعية احنا فعلا ما كنا مفتقدينها، انها تكمل الدايرة بتاعت برامج الرياضة والثقافة والمرأة والدين والترفيه طبعا. النوع ده من البرامج بيخلق المزيد من الجاذبية او بالادق جذب المشاهد، فبوسع، صححني لو انا غلطان يعني، بوسع نطاق المشاهده بتاعي، بنوع الشرايح اللي بتتفرج، وسواء اذا كانت اجتماعيه او شرايح عمريه، ولا انا غلطان؟ لا تمام، وبالذات الولاد الصغيرين، احنا عندنا ازمه هويه، ازمه ان الناس ما بتقلهمش الموضوع ده. فانت اول حلقه مثلا كانت عن رائد صناعه السيارات عادل جزارين. هتيجي تحطه بس عباره مثلا فصل في كتاب الدراسات الاجتماعيه لسنه اولى ثانوي او ثالثه اعدادي، مش كفايه. عشان كده لازم الحاجات دي كمان يعني الاهالي تساعد ولادها ان هم يتفرجوا، ولازم مثلا يبقى التكليف في المدرسه اللي هو روح اتفرج على الحلقه على اليوتيوب بدل ما انت تتفرج على قنوات غريبه، وتعالى اكتب عنها موضوع التعبير. صح. ده هيخلي ان الحاجات دي تنتشر اكتر، لازم الدائره تكتمل يا استاذ يوسف، ما يبقاش حاجه حلوه بس مش متشافه بشكل جيد. طيب تفتكر انه احنا في الفتره المقبله نحتاج الى اي نوع من البرامج برضو تشتغل يعني او بالادق تساعدنا فيه بقى هنا الشركه المتحده بقدراتها الانتاجيه وبهذه الفكره؟ يعني انت قلت لي ازاي نحول كتاب لبرنامج، فاتفقنا احنا الاثنين على انه دي الانتاج الذكي، الانتاج اللماح، الانتاج الواعي اللي عنده نظره ورؤيه ويقدر يحول لي شيء الى شيء اخر تماما ويبقى بمنتهى الجاذبيه وبالتركيز. احنا محتاجين ايه تاني نميل فيه على المتحده نقول لهم يا جماعه ساعدونا احنا محتاجين النوعيه دي؟ احنا محتاجين حاجتين، محتاجين المسارين يتكاملوا، برامج البيج برودكشن زي الكابيتانو زي الدوم كويس اللي بتكتشف وبتطلع اجيال جديده، والبرامج اللي بتنقل هويتنا للجمهور. وخد بالك من حاجه، انا ممكن مثلا برنامج زي برنامج مدام اسعاد او مدام منى ممكن يستضيف حد يحكي يعني يحكي عن صناعه السيارات برضه وتاريخها.
احنا لازم نغير يعني يبقى عندنا تعدد للقوالب. يعني ممكن القالب ده يبقى ينفع كبير السن شويه، والقالب اللي عامله صناعيه مصر ينفع صغار السن. فاحنا محتاجين ان احنا ننوع البرامج في كل الاحوال، وننوع القوالب علشان كمان تمشي اكتر على السوشيال ميديا. يعني يبقى ممكن يبقى في برامج 5 دقائق وسبع دقائق. اما بالنسبه للمجالات لا، احنا محتاجين كتير. يعني محتاجين حاجات ليها علاقه بجغرافيه مصر، بمحافظات مصر. هو لما سياده الرئيس بيروح يفتح اي حاجه في محافظه، احنا بنلاقيها فرصه للاهتمام باللي بيحصل في المحافظه دي. لكن احنا عايزين طول الوقت يبقى ده موجود باشكال مختلفه. يعني تخيل لو في برنامج بيحكي عن المتاحف اللي حوالين مصر كلها، كل حلقه متحف بس 10 دقائق 12 دقيقه، ويبقى في جاذبيه الشاشه. يعني مش مجرد ديكومنتري بالطريقه دي، يخليني مش عايز اقوم. ايوه، ويخليني اقدر اشوفه في اي وقت، ويخليني اقدر اشوف حلقتين ثلاثه ورا بعض. ده على واتشت بقى على طول. كلمني عن واتشت على طول اروح داخل، او على المنصات المجانيه. يعني اي منصات متاحه كويس، علشان نقدر يعني ينزل باكثر من مستوى. ولازم يحصل ربط مع المدارس والجامعات طبعا في هذا الموضوع. حلو، عايز الاول اشكرك جدا جدا جدا، وعايزين نشوفك قريب برضو. كل سنه وانت طيب، سنه سعيده عليك يا رب. كاتبنا الصحفي الكبير والمحترم بالمناسبه عين صديقنا العزيز محمد عبد الرحمن، من العيون اللي هي مش بس لماحه، شديده الدقه في التقاط التفاصيل. كل الشكر لزميلنا العزيز محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.com.